واحد بيقول مشكلتي باختصار: انا شاب متزوج ولي ابن لم يكمل عامه الاول بعد، وانا منفصل عن زوجتي منذ اكثر من سنة ونصف لمشاكل عائلية. كنت مستقيم جدا خلال فترة الزواج، وبعد الانفصال اخطأت العديد من المرات، والان زوجتي تسعى للصلح ولا احد يعلم بامر ارتكابي لهذا الاسم ولا حتى زوجتي. هل استجيب للصلح؟ ممكن. هل يكون زواجي باطل؟ لا، ما يكونش باطل.